اهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة من سلسلة الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، والنهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الجبهات المساندة وبالتحديد لبنان وحزب الله. وفي يوم 14 تشرين الاول او 14 اكتوبر اعلن حزب الله ان هو استهدف عدد من المواقع الخاصة بالجيش الصهيوني على الحدود بين لبنان وبين فلسطين، واعلن الجيش الاسرائيلي ان هو رد على مصدر الهجوم وقام بقصف عدد من البلدات الحدودية، وواحدة من البلدات دي كانت بلدة شبع الحدودية، واللي ادى القصف فيها ووصل لواحد من المنازل الخاصة وادى القصف ده لقتل مدنيين. وبعد كده اعلن حزب الله عن مقتل واحد من المقاتلين الخاصين به نتيجة الهجمات. وبعد كده اعلن الجيش الاسرائيلي في نفس اليوم ان هو رصد طيارة بدون طيار دخلت المجال الجوي الخاص بيه، واعلن برضو ان هو تخلص من 3 متسللين بالقرب من محور مارجيلوت كانوا اعضاء في حركة حماس. وفي يوم 15 تشرين الاول او 15 اكتوبر اعلن حزب الله ان هو استهدف مستوطنات حدودية بين لبنان وبين فلسطين، والمستوطنات دي كانت بتحتوي على مدنيين، والهجمات دي كانت بصواريخ موجهة وادت لمقتل 4 مدنيين اسرائيليين. وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في واحد من المجاهدين التابعين ليه قتل نتيجة الاشتباكات اللي تمت نتيجة القصف اللي قام بيه حزب الله. وصرحت قوات اليونيفيل، ودي قوات تابعة للجيش الفرنسي، ان مقرها في مدينة الناقورة اللي موجودة في جنوب لبنان تعرض لقصف، بس قوات اليونيفيل ما وضحتش ان في اي اصابات حصلت بين جنودها. وفي نفس اليوم تم قتل الملازم ايماني غرانوت، وده الملازم اللي كان قائد للكتيبة 75 في لواء جولاني التابع للجيش الاسرائيلي. وبرضو تم قتل ابن العخام تامير غرانوت، وده كله تم بسبب قصف صاروخي تم من حزب الله على موقع واحد من اهم تمركزات الجيش الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ورد الجيش الاسرائيلي ان هو قصف مدينة عتية الشعب بالتحديد. ويوم 16 اكتوبر او 16 تشرين الاول اعلن حزب الله ان هو استهدف عدد من المواقع المهمة جدا للجيش الاسرائيلي على الحدود الشمالية لفلسطين وفي المواقع الجنوبية الخاصة بجنوب لبنان. ورد الجيش الاسرائيلي بقصف عدة بلدات، بس للأسف البلدات دي كان بيسكنها مدنيين، وده طبعا ادى لاصابة ومقتل عدد كبير جدا من المواطنين اللبنانيين. ويوم 18 تشرين الاول او 18 اكتوبر اعلن حزب الله ان هو استهدف عدد من المواقع وعدد من التمركزات المهمة جدا الخاصة بالجيش الاسرائيلي، بس المرة دي تم استهدافها بصواريخ موجهة. ورد الجيش الاسرائيلي في المرة دي ان هو استهدف عدد من المواقع اللي بيعتقد ان هي تابعة لحزب الله على الاطراف الحدودية. وبعد كده اعلن حزب الله مقتل 3 من مقاتلي نتيجة الهجمات اللي قام بيها الجيش الاسرائيلي. وبعد المجزرة اللي قام بيها الجيش الاسرائيلي في مستشفى المعمداني حصلت مظاهرات كبيرة جدا، وكان اهم المظاهرات دي في مدينة بيروت وبالتحديد قدام السفارة الامريكية، واعلن المتظاهرين تأييدهم للفلسطينيين. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكم في سلسلة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.